لكن يستاهلون 500 نقطة كاملة. خلاص آخر البرنامج مشي. ختامية. شباب عبد الله الدفين. عبد الله الدفين هذا واحد من عيالنا. حلو ترى ما هذه بشخصيته. ما هذا. ما بشرك مشك بشارة. شخصيته له أسبوع مكسر مدري. إي والله. والله العظيم إنه مكسر. هذا يعني هو ولد حبوب. مدري ليش. مخبي عنا الشخصية هذه. يا ربي طول عمركم. شخصية ما طلعت الأسبوع ده وأنت بيضل وجهك بدل ال 500. أصير مثلي محترم بزيادة طلعت من البرنامج أنا مثلك. شو بيعطينا فلوس اسكت. لا لا كسر الدنيا ذحين. الله يبيض وجهك. بما أنك ابن عم ما أنا ما أعطيك إياها بعطيها أهديها لخالد ابن تميم. يا ربي طول في عمرك. هذا ثوب الفخر طول عمر السلامة فزت به في خياط في الرياض. من الخياط اللي جابه سعد الطويل وانت يا ابو تميم والله العظيم انك تستاهلها تروح يطلعون السلامه تعطيهم الورقه ذي يفصلون لك طيب ايش رايك ان الغلا في القلب الله يرحم والديك يعني ما ذوق حزنك وانت تستاهل وقلت هم ولا انت برادني مره طول عمرك ماني برادك مره وعمرك جاني طيب تصلح انها تصير يا شباب تصير ابو عيسى تفصل الثوب وتخلي ذكر المعاون عبد الله الدفين اخصم عليه 300 نقطه اعطي 200 بس خلي الدوسري ينفع وجهك يا ربي طول عمرك الخير انا ابن عم تقول الخير له اقول انت ابن عم ها ولي ثوب الثوب ذا الغلاف القلب لكن ابو تميم الغلاف القلب ما في مثل ذا ابو تميم جيت معك الليله تسدني وعليك احنا نعرف احنا نعرف الله يرحم والديك اول شيء انا مانع الهدايا في فقرتي ترى جاي معي في موتري ما رجعت ورقم هو برايح معي نعم دعوت بها من الاهليه ايه تستاهل ابو تميم والله يا جماعه يعني افداك الواقع برعايه خياط صدى